السلام عليكم خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير وبخير وتشاهدوا هذا الفيديو ان شاء الله في صحة جيدة. كما شفتوا غادي نخيط معكم هذا الكسيوة، هذا الشكل النهائي ديالها. كما كتشوفوا كتجي ايفازي بزاف. هذه هي الكسيوة، راه جدات خيط. راه حطيت لكم الفيديو ديال الفصالة ديالها الاسبوع الماضي. دابا غادي نحط لكم الخياطة ديالها. غندير لها هاد الوريضات، راه هنا كنت عاد كنهندس في غادي نحطهم، واش غنحطهم على هاد الشكل ولا غنحطهم واحد. درت لهم داك الطريقه، جايه رويميه احسن من هكايا. داك الوريضات راه كيتباعوا بالحبه، 2.5 دراهم الحبه كتباع. خديت 3، وهذا دونطيل حتى هو كيتباع 1 درهم للمتر. مشيت على هاد الشكل، غادي نلصقو في الحاشيه ديال الكسوه من التحت. راكم شفتوا الشكل النهائي ديالها كي جا. هنا كنمونطيو الكتاف كما العاده. المونتاج ديال الكتاف راني كنحطو معكم دائما، كنحطو الكتف عند الكتف، ديروا الوجه عند الوجه ديال الثوب ونخيطو. هاد المبره راه كتيري، نحاول نضيق الغرزه شويه ديال الماكينه، ومن يكون كنخيطها نحاول نجبدها شي شويه باش من هذا تلبس ما تبقاش داك الخياطه كترطق. هنايا غادي نقاد لكم، كنجيبو كنحط المنتصف عند الخياطه ديال الكتف، كندوز معاه بالخياطه. هذا هو الكم ديالي، كيجي على هذا الشكل. هاد الكسيوه هادي راه ساهله. هنايا غادي ندير واحد الشريط ديال الدونطيل في الكم. غادي نديرو تقريبا تمايا في داك البليصه، ما جايش في المنتصف نيشان، ولكن جاي هابط شويه على الكوع ديال اليد. بغيتو ديرو ما بغيتوش ما ديروش، بغيتو تخليوها سامبل ما ديروهاش في الكميمات ما ديرولهاش، كيبقى الاختيار داك الساعه ديال كل واحد شنو يدير لها. هذه هي الصايه ديالي، غادي نجيبها وندوز لها داك الدونطيل في لوغلي من التحت في الحاشيه. غادي نخلي داك الحاشيه بلا خياطه، ما نديرلهاش لوغلي، نخليها هكاك باش ما تجينيش غليظه. وغندوز عليها ونحط الدونطيل وندوز بالخياطه، نخلي الدونطيل خارج على الثوب بحال اللي غادي يفيني لي داك الحاشيه ديال الصايه من التحت. كندوز لها الخياطه الاولى من التحت، كنبقى غاده هكا كنشد في الدونطيل كنقادو على الثوب. نحاول ما نجبدش الثوب وما نجبدش الدونطيل، يمشيو مرتاحين. الكسيوه هادي راه ساهله، دغيا كتخيط في 4 ساعة، يمكن لكم تخيطوها وكتجي في نفس الوقت زويونه. هادي مولاتها في عمرها 8 سنين. دابا غنعاود الخياطه الثانيه، عاود في الحاشيه من الفوق كما شفتوا، دوز لها خياطه من التحت وندوز له الخياطه من الفوق باش يشد لي مزيان. صافي، وكنبقى غاده هكا دايره مع الصايه كلها. نتمنى ان الفكره تعجبكم. وهاد الثوب ديال المبرره ما غاليش، رخيص، كطيح الكسوه رخيصه كما كتعرفوا. في هاد الوقيته ديال في الوقيته ديال العيد ولا ديال العواشر كيكونوا هاد الكسيوات غاليين كيتباعوا. كلكم تخيطوها لراسكم الا عندكم بنيتات، ولا تخيطوها للكليان. صافي، هادي هي الصايه ديالي، دوزت لها الدونطيل كامله من التحت، درت على داك الكلوش ديالي.
غادي نمونطي القطعه الفوقانيه، غادي نشد الكمام وغنبدا مراسلكم، غادي نمشي معاه بالخياطه، غادي نخيط الكوطي هو الاول. دائما انا كنخيط وانا كنقاتو، كنشد نحاول ما يجينيش عوج وما يجينيش مفاوت وحده على وحده. صافي راني جمعت الجناب بجوج. هنا غادي نجيب الصايه، غنعلم داك الجناب ديالها، ندير كرانه في داك البليصات اللي غيكونوا عندي في الخياطه ديال الكوطي على هذا الشكل، وغندير الوجه عند الوجه وندخل. غنشد داك الخياطه ديال الكسوه الفوقانيه، القطعه اللي من الفوق، وغندير لها داك الخياطه ديال الكوطي، ندير لها مع داك الكرانه اللي قطعت بجوجهم جيات بجوج. غنشد بالبانكه صافي، وغادي ندوز بالخياطه ديالي، نخلي سنتيم وندوز. كنحاول ندير لكم شي حاجه اللي ساهله، يمكن المبتدئات اللي عاد بداو يديروها، ماشي دائما نديرو داك الكسيوات اللي كيكونوا شويه معقدين بداك السحاب من الخلف، و حيت شويه داك السحاب كيكون شويه صعيب في الاول. هذا حيت كيتيري ما يحتاج نديرو له السحاب من الخلف ولا نديرو له فتحه. انا غادي هذه هي الخياطه ديال الدوره ديال الحزام، هنا غادي نحط لها الدونطيل، غنديرو في داك البليصه على الخياطه باش ندرق داك الخياطه، وغيجي داك غيجي داك الدونطيل تما بحال شكل حزيه. صافي، وكنحاول نشد بالبانكات، ضروري تساعدوا بالبانكات حيت هاد المبرة هادي شويه كتكون كتسحت في الخياطه. صافي، كنحطو هكا مرتاح، ما كنجبدش الدونطيل، وكندوز عليه بالخياطه. صافي، وكندوز كما كتشوفوا على الجهه اللي من التحت، حتى هي ندير لها نفس الطريقه اللي درت في الحاشيه ديال الصايه، غندوز عليها من التحت ومن الفوق. صافي، غادي نقطع، هذه راه كنديرها غير من الجهه ديال الامام، ما كندورهاش عليها من الخلف كامل، من الامام ومن الخلف، غير من في الامام كنرتقها تما، كنقطعها وكنطوي لداخل، كنطوي هذاك الحاشيه ديالها لداخل باش ما تبقاش ليش مشنتفه وتجين فين يا مزجن. صافي، غادي ندور نغرس الابره وندور عاود باش نعاود بالخياطه المره الثانيه. كنطوي حتى الجهه الاخرى باش تجيني فين يا. كما شفتوا هذا هو الشكل ديال الحزام كي كيجي. هنا غادي ندير الدوره ديال العنق، غادي ندير لها لوغلي عادي، ما غندير لهاش الدونطيل ولا شي حاجه، ما غندير لهاش البي زعما، غنديرها غير دايره هكايا. اللي بغى يدير البي في اللون في الكحل يديره، انا بغيت نخليها هكايا باش تجي سامبل وحتى في الخياطه تجي سهله. غنديروا لوغلي الكميمات، وهاد الكسيوه هادي يمكن لكم ديروها حتى بلا كمام، الا مبغيتوش ديروها بالكميمات هكا يمكن لها تجي بلا كمام. صافي، هذا هو الكم ديالي. هنا غادي نخيط الحزام، غندير لها الحزيه ملاصق في الجنب من هنا ومن هنا باش الا بغات البنيسات تشد تزيرها من اللور ما تجياش مرخيه من جهه الحزام،
وفي نفس الوقت كيعطي الديكور، كيعطي منظر زوين للكسوة. انا غادي نقلب الحزام، صافي هذا الحزيم واحد. غادي نلصقه في الجنب، غادي نجي وغادي نلصقه على داك الدونتيل اللي دايره انا تما كما شفتو. كندير له وجهه عند الدونتيل ونشد بالبانجا وعاد ندوز بالخياطه. كندوز الخياطه تما، صافي. وكان فين الخيوط ديالي كنحيدهم، هنقطع داك الزوائد اللي عندي من تم. صافي هذا هو الحزام ديالي، غادي نصاوبو تم الجهة الثانية. ندير له نفس الطريقة اللي درت في الآخر. هنايا غادي نصاوب داك البابيو اللي درت في الكسيوة، راني كنخيطو من الجهات. كنخلي واحد الفتيحة كندير فيها واحدة 12 سنتيم في الطول، وفي العرض كندير واحد عشرة سنتيم ولا 9 سنتيم. هنا انا ما كانش كافيني التوب، درت قطعة صغيرة. بغيتو تعرضوها اكثر من هكا تعرضوها باش تجيكم بابيو كبير. صافي كيجي على هذا الشكل. كنلصق عليه الوردة من الفوق كما شفتو. انا شديت البابي بواحد السنتة رقيقة وقع كانت عندي، وكنحطو تما في الجنيب وحطيتهم على هذا الشكل كما شفتو. كيجي هكايا على هذا الشكل، وحيدة قبلت وحيدة، احسن من يجيو دايرين ثلاثة. هنا لصقت هذيك الوردة، كندوز عليها بالخياطة. الاخرين داك الوريضات حتى هما شديتهم بالبانجات تمايا، كنفيكسيهم بالبانجات باش ما يتحركوليش ملي نكون كنخيطهم، وكندوز عليهم بالخياطه كندور. صافي كندور مع الوريضه ديالي غير بشويه. نتمنى الى عجبكم الفيديو، عجبتكم الفكرة، ما تبخلوش علينا بالجيم وبالاشتراك والتعاليق ديالكم الزوينة. دائما كتزيدوا تشجعوني وتزيدوا ونزيد انا نعطيكم اكثر واكثر. كنحاول نعطيكم شي حاجة اللي سهلة والاخوات المبتدئات يديروها، وكنحاول حتى الشرح انني نشرح لكم اكثر. لحقاش الانسان فاش كيكون كيتعلم باللور كيكون محتاج اللي يشرح له بزاف. حتى انا راه دوزت مريت من داك التجربه هذيك، كنت كنحتاج انني نلقى هكا اللي يشرح ليا. والخياطه كما كتعرفوا راها ساهله، خص غير تكون العزيمه وتكون الاراده عند الشخص. مع الاستمراريه كيولي كل شيء ساهل، كل شيء مفهوم. داك الساعه ما كتبقاش تحتاجي عاد تزيد اللي يوريك ولا اللي يعلمك. ضروري الانسان راه كاين شي حوايج اللي صعابين ولا اللي معقدين شويه، راه ضروري خصك تحتاج اللي يعلمك، وانما كتولي شي حويجات ساهلين تولي ديريهم من راسك. واللي باغي تتعلم الله يعاونها والله يسهل على كل واحد. هذه هي الكسيوه ديالنا كما كتشوفوا، راه كتجي زوينه وفي نفس الوقت كطيح رخيصه. كتعرفوا هاد التوب ديال المبرا راه رخيص،
وكما قلت لكم ما تنساوش تدعمونا وتخليونا كلمات زوينين وتشجيع ديالكم. السلام عليكم ورحمة الله.